كنا بنتكلم قبل الفاصل على موضوع الاعارات وازاي كانت مهم جدا جدا نستفيد من الاعارات ديت، واللعيبه كانت كمان تستفيد باشتراكها في الدوري. خلينا نخش على تاني، نرجع تاني للمباراه المهمه، مباراه الوداد ان شاء الله. مجلس الاداره بيرتب على مستوى الاداره، وكابتن سيد عبد الحفيظ على مستوى الاداره بيوضب بالامور الاداريه ان يكون، وكان معانا مداخله كابتن سيد، ان هو احتمال يكون وجود النادي الاهلي قبل المباراه باربع ايام، ده فكر معين ان انتوا تقضوا وقت اكبر هناك، يبقى في تعود على الاجواء شويه، تعود على الملعب لو بتتمرنوا في الملعب، او السفر قبل المباراه ب 48 ساعه بطائره خاصه. الجهاز الفني استقر على الجزئيه دي ولا لسه في دراسه يعني؟ لسه لانها برضو حاجات مرتبطه بحاجات طبيه، يعني حضرتك عارف دلوقتي برضو كورونا طبعا مهم جدا ان انت تبقى تحافظ على اللعيبه، لان ممكن تفقد لا قدر الله اي لعيب في اي وقت يعني، فممكن التفكيرين متاحين يعني بالنسبه لنا يعني، انما اعتقد يعني نبقى الامور الطبيه اعتقد يعني تتدخل بشكل اكبر يعني، لكن احنا طبعا لما تروح بدري طبعا بالنسبه لنا يعني، لو الامور طبيعيه كابتن سامي كنت تختار ايه؟ يعني الامور طبيعيه ما فيش كورونا، كنت تختار تروح هناك قبلها بثلاث اربع ايام تشوف الاجواء وتعيش وتتمرن كويس وتعمل استعداداتك، ولا في افكار مدربين تقول لك لا انا ممكن اروح قبل المباراه بيوم واحد اعمل تمرينه الماتش وابدا المباراه؟ لا بالنسبه لنا وبالنسبه لتفكير الراجل ان احنا نروح قبلها طبعا بثلاث اربع ايام يعني. ممكن برضو حضرتك يمكن سان داونز نفس القصه، من الحاجات الايجابيه اللي احنا روحنا قبلها قعدنا حوالي ست ايام او سبع ايام، فكانوا مؤثرين جدا. يمكن السنه اللي فاتت الاخفاق اللي حصل يعني، كان احنا كنا روحنا بطياره خاصه وكنا قبلها برضو 48 ساعه، فعلينا في الجو وفي التعود، واللي انت تخش المباريات لان مباراه افريقيا بالذات فيها صعوبه في الاجواء، وخصوصا لما تكون فرق برضو فيها الجو مختلف عنك، فعكسنا هم طبعا جنوب افريقيا. فاعتقد ان احنا يعني الراجل بيحب لو قبلها بثلاث ايام او اربع ايام اعتقد بتبقى افضل بالنسبه لنا.